السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد رجب من أكاديمية بي برو تريدر، والتحليل الأسبوعي للعملات الرقمية من يوم 4/7 حتى يوم 10/7. إن شاء الله يكون أسبوع موفق وأقدر عليكم جميعا بإذن الله. هنبتدي أول حاجة بالبيتكوين. البيتكوين لسه ماشي في المثلث المتماثل وما حصلش أي انفجار سعري لا أعلى أو لا أسفل عشان نحدد الاتجاه بتاعه. احنا منتظرين دلوقتي ان السعر يخترق الحد العلوي للمثلث او يكسر الحد السفلي للمثلث. لو حصل اختراق للحد العلوي للمثلث هنستهدف معاه منطقة مقاومة 9699، ثم منطقة 10000، ثم منطقة 10385. اما في حالة كسر المثلث ده اسفل فعندها هنستهدف منطقة الدعم اللي عند 8645 ل 8138، ولو تم كسر المنطقة دي هنشوف 7840 ثم 6600. دي المناطق المحددة لنا سواء في الاختراق الأعلى أو الكسر الأسفل على البيتكوين. طيب خلينا نشوف عملة الإيثيريوم. عملة الإيثيريوم لسه برضو ماشية في الاتجاه العرضي بتاعها. احنا عندنا اتجاه عرضي وايد رينج من نقطة 250 ل 218. الوايد رينج ده معانا من اول شهر 6 تقريبا، من اخر يعني من يوم 29/5 بالظبط، وبدأ يعمل لي الوايد رينج ده لحد الان وهو ماشي في الاتجاه العرضي اللي قدامنا ده. فاحنا دلوقتي عندنا عملة الاثيريوم هيحدد لي برضو اتجاهه وهو يفضل ماشي في النموذج المستطيل ده او الاتجاه العرضي ده ما بين 250 ل 218 الى ان يتم الاختراق نقطة 250 او كسر نقطة 218. طيب برضو المنطقة اللي قدامنا دي متوافقة معانا، اللي هي ما بين 236 ل 250، دي متوافقة معانا اللي هي منطقة عرض قوية. شايفين كل ما السعر يطلع عندها ينزل بقوة، ومتوافقة معانا مع ترند هابط. لو صغرت الشارت كده هنشوف الترند الهابط اللي قدامنا اهو. فدلوقتي هستنى السعر يطلع عليها تاني ويعمل لي ارتكاز على الترند ده. الترند ده عندنا عليه حوالي 4 ارتكازات او 5 ارتكازات، وشايفين كل ما السعر يطلع عليه بينزل تاني. فهشوف السعر لما يطلع هنا لو عمل لي اي برايس اكشن من الترند ده هتكون نقطة بيع كويسة، هنستهدف معاها 218، ومن 218 هنشوف السعر هيعمل ايه. لو تم كسر النقطة دي يبقى كده احنا كسرنا الاتجاه العرضي اللي السعر ماشي فيه، وهنستهدف نقطة الدعم اللي بعديها اللي عند 198.24، ولو تم كسرها نروح لل 175.99، يعني حوالي 176. ده بالنسبة لعملة الإيثيريوم. بالنسبة لعملة الريبل، الريبل برضو مثال في منطقة الطلب اللي قدامنا اللي ما بين 18 سنت و16 ل 17 سنت 42. المنطقة دي السعر شايفين مش قادر يكسرها، كل ما السعر ينزل تحتها يطلع تاني بقوة، ومفيش أي يعني دلائل على ضعف المنطقة دي أو في كسر قوي للمنطقة دي. فحاليا انا مستمر في صفقة الشراء بتاعتنا اللي احنا كنا نزلناها، اللي هي كانت من 18/30 تقريبا لحد الهدف الاول بتاعنا اللي هو عند 19/25 او 19/20، ولو تم الاختراق للنموذج الوتد اللي قدامنا ده هعزز الشراء ان شاء الله عشان نستهدف نقطة 20/25 ثم 21/42، ولو تم اختراق 21/42 هنشوف مستوى مقاومة 23/53. ده بالنسبة لعملة الريبل. بالنسبة لعملة البيتكوين كاش، البيتكوين كاش برضو ما زلنا مستمرين في صفقة الشراء بتاعتنا عشان نستهدف 267.46 ل 280. برضو البيتكوين كاش عامل لي وايد رينج، الوايد رينج ده بدايته كانت من حوالي شهر مارس، من بداية شهر مارس او من اخر 10 ايام في شهر مارس لحد الان ماشي في الوايد رينج. مفيش اي يعني الاتجاه دلوقتي زي ما قلنا مش واضح اذا كان هو هابط ام صاعد. احنا عندنا وايد رينج صريح وواضح قدامنا اهو زي ما احنا شايفين.
شايفين السعر يطلع هنا ينزل هنا، يطلع هنا ينزل هنا، فهنا مش هنقدر نحدد سواء الاتجاه صاعد او هابط الا بالاختراق لاعلى منطقة العرض اللي ما بين 267 46 لل 280 40، او كسر منطقة الطلب اللي ما بين ال 220 80 لل 254 50، ساعتها نقدر نحدد الاتجاه بتاعنا. لكن احنا هنفضل مستمرين مع الوايد رينج ده زي ما قلت لحين الاختراق لاعلى او الكسر لاسفل، لكن هو دلوقتي عند منطقة الطلب، فانا شايف ان هي هتكون فرصة كويسة للشراء او لاستمرار الشراء اللي معانا عشان نستهدف ال 267 ثم ال 280. بالنسبة للعملة الأخيرة معانا وهي عملة الليتكوين، الليتكوين الحمد لله كنا موفقين في التحليل بتاعها الأسبوع اللي فات، وقلنا إن هي هتصعد من منطقة الطلب دي اللي عند ال 40 دولار و40 سنت لل 39 دولار، وفعلا طلع معانا من منطقة ال 40 دولار 24 سنت لمنطقة ال 41 دولار 92 سنت. مستمرين إن شاء الله في الشراء لحد ال 43 24، وفي حالة اختراق ال 43 24 هنشوف ال 44 55 ثم ال 46 50. وده كان التحليل الأسبوعي بتاعنا للعملات الرقمية، أتمنى أكون أفدتكم وأتمنى يكون أسبوع موفق ليكم جميعا، وشكرا ليكم والسلام عليكم.